السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هذا داري فيها البيض، تزيني بها المائده ديالك تيجي شكلهم زوين. عندي الصوف على جوج ورقم ثلاثة. غادي نبدا بسم الله. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة. غادي نجبد وغادي نمشي لهنا الأولى غادي نخدم فيها جوج. غادي نخدم هنا جوج، ها واحد، ها جوج. غادي ننتقل للثانية وغادي نخدم كذلك جوج. جوج واللي بعدها جوج. واللي بعدها جوج. طب غادي نخدم جوج واحد كل حفرة واحدة واحدة، وهنا غادي نخدم جوج. غادي نستمر بنفس العملية حتى نحصل على الحجم اللي بغيت. واحدة 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 وهنا جوج. غادي نستمر بنفس العملية. خدمت سبعة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهذه سبعة. غادي نبدل الكروشي. غادي ناخد رقم صفر وغادي نمشي لهنا وغادي نسد وغادي نطلع بجوج وغادي نديهم كلهم هكذا شكل. وانا تنسحبها كلها هكذا وهكذا ونسحبها كلها. تنجي من النور وتناخد هكذا ونسحبها كلها من الافضل تزيري.
غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقة ونرجع. درت معها كلها، وصلت لهنا خديت كذلك هذيك، وغادي نمشي لهنا وغادي نسد هكذا، غادي نطلع بجوج وغادي نخدم نفس العمليه هكذا هكذا هكذا، وانا مستمر غادي ندور معاها نفس الطريقة وغادي نرجع. وصلت لهنا ما غاديش نخدم هادي، غادي نمشي مباشرة لعند هادي وغادي نسد هكذا، غادي نطلع بجوج وغادي نخدم نفس العملية، وانا مستمر غادي نخدمها كذلك ونرجع. هنا كذلك وصلت، هنا كذلك وصلت، غادي نمشي لهنا وغادي نسحبها هكذا، غادي نطلع وغادي نخدمها ثاني فيها هكذا، وغادي ندور كذلك الدورة صافي حتى نحصل على الطول اللي بغيت. غادي نخدم ونرجع، المهم حتى تحصلي على الطول اللي بغيتي. خدمت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، دابا هاد البلاصة اللي النش الثالث اللي غادي نقطع غادي نفينيها، غادي نوريكم كيفاش خدمت هادو. خدمت 14، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 9 10 11 12 13 و14، ست زيادة هكذا، خلفت جوج وخدمت هنايا، خدمتها بهاد الشكل، تنهزها كلها كلهم تناخدهم بالترتيب. وصلت لهنا غادي نعمر فيها 4، واحد جوج ثلاثة وأربعة، غادي نزير هكذا، غادي نمشي لهنا وغادي نخدم وحيدة في كل وحدة، هنايا غادي نحسب ثلاثة، واحد جوج وثلاثة،
غادي نطلع بوحيدة هكذا وغادي نرجع. هادي ما نخدمهاش، ثانية غادي نسحبها، ثانية والثالثة. من بعد غادي نطلع بجوج، غادي نخدم في نفس الحفرة باش ما يجينيش الفراغ، وغادي ننزل معاه. نوصل لدوك الربعة اللي خدمت، غادي نخدم جوج في كل وحدة، ها وحدة ها جوج ها وحدة ها الثانية. ها الثالثة ها الرابعة. من بعد دوك الربعة غادي نخدم عادي، كل وحدة نحط فيها وحدة. غادي نوصل كذلك لهنا، غادي نحسب ثلاثة، واحد جوج وثلاثة. الجهة هادي مقابلة مع هادي، غادي ندير وحيد هكذا، غادي نخلف الأولى من ما نقيسهاش، الثانية غادي نسحبها، والثالثة غادي نسحبها، ها ثلاثة خديت صافي. غادي نطلع بجوج وغادي نخدم هادي قدامها، وأنا مستمر. ما نزيد والو، غادي نمشي لهنا وغادي نسحبها. تحصل على هذا الشكل، وغادي يخصك جوج منه. غادي نقطع الخيط ونفيني، خدمت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة، وقطعت وفينيت الخيط. دابا غادي نمشي، غادي ندير لها بهذا الشكل هكذا. هاد البلاصه مناش بديت هي اللي غادي نلصق فيها هنايا بهذا الشكل. دابا غادي نمشي، غادي نمشي لهنا وغادي نخدم ستة، يعني غادي نحسب ستة، ها وحدة ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة وها ستة. منين ناخد ستة غادي نطلع بجوج هكذا، واحد جوج، وغادي نخدم هادي. إذن قلنا ستة، ستة وستة هي 12، غادي نخدم 12 باش تجي لي من جوج جهات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وغادي نخدم كذلك ستة واحدة أخرى. صافي، ستة هي 12، غادي نطلع بجوج وغادي نقلب، وغادي نخدم كذلك هنايا، غادي نخدمها ونرجع. خدمت كذلك 12، غادي نطلع كذلك بجوج، واحد ها جوج، وغادي نقلب ونخدم كذلك 12 ديالي. غادي نكملها
ونرجع. خدمت 12، غادي نقطع الخيط، غادي نخليه لانني مازال غادي نخيطه. دابا غادي نبدل اللون، وغادي نمشي لهنا، وغادي ندير صغرصه، غادي نمشي ننتقل مباشره للحفره اللي حداها، وغادي نخدم واحد جوج وثلاثه كذلك. غادي نمشي هاد الحفره الثالثه، وغادي نسد فيها الحفره اللي من بعدها، غادي نخدم ثلاثه كذلك، واحد جوج وثلاثة، وغادي نسد، وغادي نخدم الحفرة عاوتاني اللي من بعدها، غادي نخدم ثلاثة، واحد جوج وثلاثة، وغادي نسد، وغادي نمشي كذلك الحفرة اللي من بعدها وانا خدامة. غادي نكمل صافي، ثلاثة، واحد جوج وثلاثة، وغادي نسد، وغادي نخدم كذلك واحد وجوج وثلاثة، وغادي نسد، وغادي تبقى لي وحيدة باش يكون عندي المجموع هي ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، باش منين نجمعها هكا يجي هاد الشكل كاين هنايا. غادي نخدم اللي بقات ليا، واحد جوج وثلاثة، وغادي نشوف العشيق اللي قصها تما، وغادي نسدها هنايا، وغادي نسدها، وهادي هي المجموع ديالها، نقسمهم في الوسط هكدا، الشكل اللي هنا كاين هنا. غادي نفينيها، إنما غادي نخليلها باش نخيطها هنايا بالحمر، وهذا خليته لها باش نخيطها من هنا، هادي غادي نخيطها بهذا الشكل، وأنا ماشية معاها. غادي نكملها ونرجع. بالنسبه لهذا الخيط غادي نخيطه على هذا الشكل، غادي نخيطها ونرجع هكذا، وغادي نمشي نخيطهم بحال زيكزاك، تمشي هكا ونخدم هنا ونجبد، غادي ندور معها بهذا الشكل، وغادي ندير الجهه الاخرى. ما بقى لي الا نخيط هذه هكذا هذا الشكل، وغادي نخيطها لها من هنا، غادي نخيطها ندور معاها هكا بالخياطه، وغادي نخلي لها الوجه هو اللي لهذا الشيء، تيجي شكلها زوين. غادي ندخل فيها البيضة الشكل، تيجي الشكل ديالهم زويون، غادي يعجبوا الأطفال الأكثرية. تنتمنى يكونوا عجبوكم، مع السلامة.